السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين؟ كدير مع الصحه؟ توحشتكم البنات، غبرت عليكم. عندي ظروف داس عليا، والحمد لله الحمد لله، الله يقوينا جميعا. والهلي كتبها على شي مسلم، الهلي كتبها عليه الظروف اللي داس عليا البنات. لا اله الا الله محمد رسول الله. اليوم البنات رجعت لكم ان شاء الله بفيديو جديد باذن الله. والخدمه ما عندنا ما نديرو بها، ما عندنا ما نديرو فيها، ضروري خصنا نخدمو، ضروري خصنا نتقواو باذن الله تعالى. هنايا عندنا واحد الكول كيكون لاصق فيه القبة البنات بحال هكذا، بحال الموديل اللي غنوريكم دابا في التصويره في المينياتور ان شاء الله. شوفوا الكول كيفاش داير، غارق حتى لهنايا. هذا الكابيش ها هو البنات، كيكون داير هكا كيف ما غادي تشوفوا في الصوره. هنا اللي بغينا نفصلوها البنات، ها انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش داير. هانتوما شوفوا منين شاد من هنايا حتى لهنايا، تقريبا بحال هكذا حتى لهنا. ومولات هذا المونطو بالضبط صبرات معايا في هذه الظروف القاسيه اللي هي كانت باغا تلبسو ملي يلا صبات الشتاء، وصبرات معايا الله يخلصها. هيوا هذا الشيء اللي كاين البنات، والهلي كتبها على شي مسلم. المهم الا بغينا نفصلوا بحال هاد القبه البنات، ها انتم انا غنوريكم في هذا. مثلا عندنا جلابه او مونطو بغينا نفصلوا ليه بحال هذاك القب، عوض نديرو بحال هكذا. ها انتم البنات، عوض نديرو بحال هكذا. دابا هذا لو دوفون القدام مثلا، عوض نديرو بحال هكا ونفصلو الكول عادي بحال هكذا. المونطو او جلابه او اي حاجه عوض نغرقوا ليه بحال هكا بديك 9 سنتيم، لا غادي الا بغينا بحال هذا الموديل اللي شفتو دابا غادي نديرو ليه بحال هكا. عوض هنا غادي نزيدو به حتى لتحت، غنزيدو به حتى لتحت البنات، شفتو؟ غنزيدو به حتى لتحت. وملي غادي نلصقوا ليه الكابيش ديالو القب ديالو، جلابه او مونطو او حاجه، غنبداوه من هنا البنات، غنبداوه من هنا. وملي غادي تبغي تلبسو السيده كتحل بحال هكذا. شوفوا كيفاش كيولي الكابيش لاصق من هنا حتى لهنايا، فهمتوا البنات؟ نعاود معاكم، عوض تقطعوا من هنا ويدور هنا، الا كتنزلوا حتى لفين بغيتوا، حتى لونتخ بواتخين، فهمتوا البنات؟ وسط الصدر كتهبطوا كتغرقوا القب صافي، وتبداو القب تشدوا عليه من هنا وتدوروا قب ديال مونطو او جلابه او اي حاجه البنات. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم ان شاء الله، اللي ما فهمتش شي حاجه تقولها لي في الكومونتير وغنفهمها مباشره باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يفرج علينا وعليكم، والله يفك هذا الحزن بالخير ان شاء الله، وكل شيء من الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء كله ابتلاءات. ومرحبا بعطيه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.